السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم ام هناء من قناه كل شيء في منزلي. ومعليش خواتاتي تسمحوا لي بلي انا ندير في الفيديو هنا في داري، يعني الاصوات تاع الطوموبيلات فايتين علينا، وسمحوا لي الا ما كسر عليكم السمع تاع الطوموبيلات. اليوم بغيت نوريكم هذا الصبار، هذا ديجا رانا درنا عليه فيديو كيفاش يكسر منه، وانا ديجا راهم كبروا لي ما شاء الله اللي وريت لكم. بصح كاين بزاف وخواتات قالوا لك بلي في السنه ولا من الجديد. انا ديجا هذه نتاعي كبرت لي هنايا ما شاء الله، بصح شوفوا الجديد واش هذا لها. يعني واش راني نقول لكم، دائما نقول بلي فصل الشتاء يعني يفوت على النوار كانه مرض عليهم والله، اللي ما يحملوش الجليد. هنايا كيما هادو، حنا واش نديرو؟ هنديرو هكذا نقلعوهم، ما نخلوهمش في النبته، يعني تولي كاع ما يشبه. وبصح من بعد يعاودو يخلفو واحد اخرين، غير بشويه نقلعوها تولي ما شاء الله تولي هايله. واللي عنده اللي عنده وحده تكون كبيره قادر ثاني يقصها. منا يقصها، انا مانيش باغي نقصها باسكو موصيني عليها، يعني الكليون تاعي ما حبيش نقصها باش يدوها. قلت قبل ما يدوها ندير على الفيديو، هذه جبتها ندير عليها فيديو ونرجعها للحانوت. صوالحي راهم في الحانوت، كي نبغي ندير فيديو نجيبها للدار وندير هكذا. وباش يبغي يزيد يشوف، حنا هنا راهي دايره بلوصاي ما تزيدش تكبر، لا هي تزيد تطوال، وكان تزيدوا تقصوها من هذا تولي سجره وهذه تولي سجره، وتعاود منين قصيتي تخرج كيما هذا. يعني ما تخافوش، ما تخرجهاش في الوسط كيما كانت، تولي وحده من هذو تخشى وتمشي هاك. مادام انت كتقصي يتخرج في العراف منا ومنا، ولا هذو يخشانو تولي يعني شكل هندسي ما شاء الله بها. وتبغي لداخل وتبغي برا، كما قلنا دائما نقول لكم باللي النبته نهضر لكم على الداخلي وخارجي باش تكونوا عارفين، وما تبغيش الماء بزاف. انا حطيت نبغي باش نعرف كيفاش النبته واش تحمل واش تحمل، يعني الشتاء ولا الاخر، نخليها برا ونخلي وحده لداخل ونشوف. اللي تقعد مليحه صافي تبغي لداخل، واللي تبغي برا اللي هي اللي تقعد مليحه. هذه هي، بغيت غير باش نهضر لكم على هذا النبته، يعني ما شاء الله انا نبغيها ونبغي كاع النباتات، ونبغيكم حتى انتم احباباتي وحبابي والله، غير انه دعموني ان شاء الله باش نزيد نعطيكم اكثر واكثر. مادام راكم معايا انتم انا راني بخير الحمد لله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.